أيها الناس اتقوا الله تعالى، لقد مضى من شهركم عشره الأول وأنتم على أبواب العشر الأوسط، ثم لا تلبثون أن يأتي عليكم العشر الأواخر ثم ينتهي الشهر، فانظروا ماذا أودعتموه من الأعمال الصالحة، فكروا بماذا مضى ما مضى منه وبماذا تقضون ما بقي، فكروا في أنفسكم، فمن كان محسنا فليواصل وليتمم بالإحسان، ومن كان مفرطا وغافلا فليتب إلى الله مما مضى ويستدرك ما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على شهركم الذي جعله الله فرصة لكم في حياتكم، لا تضيعوها. شهر عظيم، شهر الصيام والقيام، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، ويصفد فيه الشيطان، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وذلك في كل ليلة، فأجيبوا داعي الله يا عباد الله، ولا تستمروا على غفلتكم وإهمالكم، فإن الأعمار قصيرة والمدة محدودة والعمل محفوظ، وأنتم محاسبون ومجزيون. فتصوروا مآلكم وأصلحوا أعمالكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر وفي غيره من أعمالنا لصالح القول والعمل.